عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سليني بما شئت، سليني بما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وبه إليه قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا معاوية بن عامر قال حدثنا زائدة قال حدثنا عبد الله بن زكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وبه إليه قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن قبيصة بن المخارق وزهير بن عمرو قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قال انطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى رضمة من جبل فعلى أعلاها حجرا ثم نادى يا بني عبد مناف يا بني عبد مناف إني نذير إنما مثلي ومثلكم حديث. قد حدثنا أبو عثمان عن زهير بن عمرو وقبيصة بن مخالب عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وبه إليه قال عن جبير عن ابن عباس رضي الله